شو يحكي الدكتور بن عبد الله ذي؟ دكتور عن كوا؟ أنا أول مرة كي قبل تكوني في الكلينيك جي سلام عليك وقول لك أسلامة يحيى بن عبد الله معك طبيب مكسر. عارفي راه متقلق شوية من الكريديت نتاعكم. مليون ونص؟ تعديت جبت لي الدويات وليزاناليز. تعديت الفارماسي قالت لي الدواء مقطوع. هذه خدمة بكلي ومزروبة وخايبة ياسر. ماهيش بروفيسيونيل حتى تعرف وماهيش في التعدد. بيناتنا الأيامات. اسمعني شمس. ما عادش تكذب على أبوك. تخدم الليلة؟ أي. أنس. أنس جارك؟ ريسكم قبلني. لا أنت هبلت. بغيت تشك في الناس الكل. سيبي الغالي شنو احوالك؟ لاباس صافا؟ وقتاش خرجت؟ مازلت كي جيت من المطار قلت خل نطل عليكم ونسلم عليكم. مرحبا مرحبا. احكي لي اش عامله فيك اختي؟ لاباس صافا. تشرب قهوه معنا؟ لا لا مزروب انا باش نمشي نزل الاورديناتور ونخش. اي اسمعني جبت لك كادو مي مالوغوزمون نحولي في الديوان. المره الجايه سير نجيب لك حاجه اخرى. راني نستنى قهوه. رجلك ما تاخوش عليه الايامات ستريسي برشا في الخدمه تعب وعنده شويه مشاكل يخمم برشا معناها ما تاخوش عليه. شو قهوتك؟ اسمعني يلزمنا نعاودوا نتقابلوا عاودوا نعملوا فطاير مع بعضنا وبيان سور سي مو كي انفيت. اوكي كلم ديما هكا ولا؟ ليه ليه الأيامات برك داخل بعض شوي. عسلامة. عسلامة. أنس موجود؟ أي ما يندوش. باهي أوكي سامحني. تفضل تفضل ادخل. لعبش قلق ولا شكون نقولو؟ قولو يحيى جار وين نسكنو. أوكي؟ باهي. رد بالك علي. ولايك مش خايب الكل. هاي صباح الخير. صباح الخير. Yeah.
شمس. سامحني اش تعملوا لي؟ بات في حوايج راهو. جيت باش نقول لك اللي انت هبلتنا الليله. بارك الله عليك. عيشك. اما سامحني لازم تخرج خاطر ما عادش عليا بك اللي باش نروح باش نبدل حوايجي. روح بيك. عندي شكون راح بيا ميرسي. نشوفك من بعد تقابلوا. شنو هذي نشوفك ونتقابل؟ لازمك تعمل فطور عشاء شو نعمل ويكاند كروزير تعرف على بعض. يا اخي سامحني داكشي عمري من عمرك ولا نديد باش نتقابلوا. نعرف اللي انا اكبر منك برشا مش شيء نجم نوفرهولك نديدك ما نجموش يعملوه. لا عايشك ما حاجتي بحتى شيء. كيما حاجتك بحتى شيء وحدة كيفك تشتع قدام الرجال في الليالي. شو مدخلك انت؟ هذي حاجة تخصني انا كهوا مش نعمل في العيب ولا في الحرام. دونس حاجة نحبها. توا سامحني لازمني نبدل حوايجي. معناها لا؟ لا. انا عم روحي ما سمعتوش الكلام. انا لزمتك شيخك. نجم تستنى قد ما تحب. شبيك سافرت البيت؟ هذا شيء تخافش على الموسيقى بركة. اش عمل؟ ماني جاوبتك. مش هذاك الجواب اللي نحب نسمعه. شنو هو يا اخي بالسيفة؟ اعطيني فرصة. باهي. ايه تنخم. اي هذا هو الكلام اللي احنا بدينا نقرب لبعضنا. عمري ما ننسى وقفتك معايا ليليا. تيزي سليم يا اخي شو عندي عملت معاك؟ في بالك فاتوم فقد بوليس الكل اليوم؟ امبوسيبل. اسمع ما امك مرا صعيبه ظاهره. ما قالت لك شايب ربي. امي هيك تبعاتها واقفه شويه. مع الواقف. وانت امك كيفاش؟ امي؟ امي مرا مسكينه. حياتها كل تكل في الترايح. وبويا راجل سكرش يروح كل ليله يكسر الدنيا يسب ويعيط ويدكدك شدت روحها ومن بعد ما اشتاجوا طلقوا. اي بيان سور جيت في العراده مع راجل امي يكرهني ومردبو من بعد عدل علي. لقيت روحي وحدي ورسالت لي نعمل على روحي هكا ساعات نسال عليهم بالتليفون ولا نطلع عليهم في العيط. هذيك هي الدنيا. عملوني انت استنى فيك. استنى فيا ولا تعس علي؟ شبيك لتو؟ شنو شبيك لتو؟ ما في بالك بيا في الكلينيك. تكلمت الكلينيك عطيتهم اسمك قال لي فما حد بالاسم هذا. مبروك الخدمه الجديده عاد هاك وليت ديتكتيف بريفي في بيليش. اول حاجه انا نعم في ستاج غادي مانيش نخدم معاهم دوك مره جاي خدم خدمتك بالكدا سندور معنا كيفاش تلقى اسمي معاه. وقالوا لي اللي ما عندهم حتى حد يعمل ستاج نتاع انستيزيست. اللي كلمته ما يعرفش. با
ربي زيد خام شويه تلقى شي حكايه اخرى حول تجم تحكي لي ما شبيك يا خيج اسمع طيب انا نحب نطلع نرقد كنت مع ليليا اوه من حكايه ليليا شنو خرجها من مخك سي بون فات الحكايه خسا بابا هذاك شنو يقص معناها تزيدك عليا صباح الخير شمسيجه شمسيجه باينة من الشارع في بيتك باينة من ناقص من العز شبيك يا اخي وحدك وحدك تقلبت علينا شفما عاش حب تحكي معايا جملة اغزر لي كي نحكي معاك شبيك تبيت في السالة معاش حب تحكي معايا معاش تحب بيت بحذية بالكل كان عندك مشكلة معايا ما دخلش ولدك في الحكاية ولدي برا ادخل بيتك باير مع شوتي اسمعني يحيى تحب تطلق توا توا تنجم تطلق البيبي هاوكا محلول تهز حوايجك وتخرج اما ولدي ما دخلوش في الحكاية افتح الكفر هز الكونتراتو غدا تمشي الماتر عزوز تخلص كان القضية ليه صافا با هبلت انت في مخك لازمك تشوف بسي برا داوي برا شوف حل لروحك شوف حل لروحك ايش نحكي معك ازعوني شنو يا بسي خاص ما نوم قدامك انا ناخذ من الكاستو زيد صلي بعينيا فهمت علي كان انا مريض ما نتي قولي شنو هي المشكلة إلا نجم نعاونك فهمني أنا مانيش فهمتك راهو كان نفهمك نجم نعاونك قولي شبيك شعملتلك أنا شعملتلك نسر روحك ليلي شي بنتك ياسر مفددني ياسر يتلصق راه قتلني بالخوف علاش تحكي عليه هكا يا اخي يا بنتي راجل قريب شامل لي غسلمون وين دور نقاب جنبي البارح عاد قتلو مسكتو دخل عليا اللوز تكلبي مت بالرعب يا بنتي قال لي نخرج نفطر وحدنا رسمك تاع ضحكه تخوفه شي ما صار شي اللي فجرتي شي بتحكي عليه شنو ليلي شي براو شبيك هذيك يا بعثك البيجيز يعطيك 30 000 يورو تتفتح بهم شوبينغ
صاحبته الاخرى نعرفها كرهبة مرتمين وشيخه بالفياجات كيسكو تو فو دو بلوس شو ريت اللي حكيت عليه هذا الكل اللي ما يهمنيش بوغ مو راجل شيب ولصقه وسكيرجي خسارتك ما تعرفش مصلحتك اقعد مكبشه في كلمات نتاع عمر ما تفكرنيش البارح روحت نقاشد لي قول حلي بحث تعرف تنوية أبعثو خلاص نحبو ليلي تحبو؟ أنت تحب المزيريا هاي جا نختار جميعا دونك لازمها تتلم وي اليوم توقفت في السبيتار الفرمليه اللي كانت تبدل في الصغار الحكايه ولات قضيه راي عام طلعوا واش عندي لهي اش عندك عندي لي تيمونياج نتاع الناس اللي كانت تخدم معاها وجيرانها زاده صدقني حصريا سافا فيغ فيغور برافو عليك حط حط وري من الحكايه لطف يا ربي شوف قداش من صغير صار له هكا قداش من ام وبوه اشتحل فتره في البلاد جرائم كثيرة ظهرت في الساحة هذه الأيام لكن ما هي الأسباب وما هي التداعيات؟ أسئلة كثيرة حاولنا الإجابة عنها بطرح بعض الأسئلة على أقرب الناس المتهمة فكانت هذه الإجابة لو كانت تحكي لي شوية على شخصية المتهمة والله كانت دوبها دوب روحها ما عندهاش برشا خلطة وما خدمتش معنا برشا ما فماش حاجة خلتكم تشكوا فيها؟ حتى شيء في الحقيقة كانت متربية وعمرها ما عملت غلطة وانت شنو رايك في اللي صار؟ ما تتصورش فما نوع من الاهمال خليها ترتكب الجرائم هذه الكل؟ ما عندي ما نقول. احنا قايمين بواجبنا. سامحني توك نحب عندي ما نعمل. لا اجابات وتبقى الاسئله مطروحه الى اجل غير معلوم. تو هذا ريبورتاج فرحانه بيه وجايه طايره من فرحه. شنو هاجر شبيك؟ ديما ديما خدمتي مش عجبتك؟ شوف كانت نجم تعمل خير هي عطيها صحة عملت إفار كنا نتعلمه إيش من إفار؟ هذم سؤالات تسألهم أنا كلينيك صارت الحكاية المرأة ذيك كانت تخدم معها في كلينيك لغوص هز كوبي للميكساج خلي حسن الصوت باهي تكسح عايشك ليه؟ ها؟ فازي شي باش نسلم عليك خاطر سليم شي خرج توا دونك كا اي الحمد لله على سليمتو عايشك ميرسي على كل شيء تي تو بيبل كده معناها ماش باش نشوفوك لا احنا مناش مزومين كان باش نشوفو بعضنا هون يا كاو صحيح باهي تليفون شو تعمل من بعد؟ العشاء يا سيسر معك شوي دقيقة دقيقة نجي نعمل دقيقة رد بالك شوي سي بون خلي خوك يعاونك يا اخي يعدى في بعضكم هاي حاضرين امي هاني اللي في الدنيا شد هات دم عندك امي كلمتي لي بجي تروح بينا انت روح هنا سي بون على كيفك شنو هي اللغه اللي تتكلم بيها ما تحشمش بخوك اكبر منك هكا ربيتك سليم صلي على النبي ونروحوا مع بعضنا عايش خويا انت ما كلمتكش ما تكلمنيش منش مروح معاك يا ولادي يحشموا يا ولادي شنو هذا شبيكم يا اخي
فهموني. اسال ولدك. ما نسالوش خاطر ما يعرفش يجاوب. انا ما نعرفش يجاوب امي. برشا حكيت ما تعرفهمش. تجي وقت ما تعرف. هاني في الباركين كان حوش قبية. هو قال لي يجي وقت. فهمني انت توا. عسلامة. عسلامة. تبا؟ اهلي. نمشيو؟ ايه. يلا. هلا. سامحني تتا. تفضل. ايا سبورتيف دزنا كلبة شوية. ميرسي. بسم الله. ان شاء الله اخر زريقه هذه سي عبد العزيز. ربي يفضلك. عاش ولدي. ان شاء الله لاباس. ان شاء الله نرجع لك في فرح شمس. عايشك. فضل هاني دبرت لك 700. قلو يبعث لنا الدوية معنا هاك تشوف في باه حالته كيفاش. وبلوس مانيش هربين احنا مستحقين على الاخر. تنكيت بتو نحكي معها. بيعيشك. باي بسلامة. بسلامة. باش بيك لبس؟ موجوع شو. بسم الله عليك. تقعد شغال شمس قوم. حبك تقعد على الكرسي. قعد بحذايا. ارقد بابا ارتاح. نحب نقرا لك شويه من الكتاب نتاعي. كملت وسي قريب الاوراق البيرو. شمس. شبيك بابا؟ شبيك بابا؟ بابا سافا؟ بابا أما لحظة با با دقيقة أمان وي دكتور أمان يجب ما فهمتش باش بي يتوجع با با ما نشد روحك با با ما هو جاي طبيب لحظة برك لحظة با استنى ما هو جاي طبيب با بجد والمرة تجيهولي؟ تعرفيش بلاصة؟ تي عندي قبية ما خرجتش من الدار للخدمة من الخدمة للدار. كيف نروح نحط انترنت نقرا كتاب بعد نرقد كا. انت يوم ما ترقد انا ما عادش نجم غمض عينيا على بالحرمش حتى داري ما عادش حاب نروح لها. جو كومبخون انا زادة خاطر كيفك نكرهها دار. موحشة وعايشة فيها مع راجل ما نحبه ولا يحبني ما نتكلموش وكان تكلمنا باش نتعاركوا من مرة لمرة وحاملة وساكتة وراضية على خاطر ما عندي حتى حد آخر نحب نجيب صغير. وبربي راجلك عينه في الصغير هذا ولا ايه؟ هي أول ما عرسنا هي ما توا ما عادش عنده كيف كيف زايد ناقص شنو تحب ما تحب ان فيترو كي اعمل ان فيترو مهم اخرج من مخي لوكا نجم نسك سؤال سانز انديسكريسيون ها تبي راجل كيما هاك عايشه مع فرد لا تحب ولا يحبك موش معبك
علاش قاعده معاه؟ وعلاش تحبوا يكون بولو ليد اللي تستنى فيه؟ وانت تتصور لي انا تو مازال عندي كوراج باش نعاود حياتي من اول وجديد؟ برا اعرف شكون ونحكي له حكايتي و استنى استنى، شبيك عاد نقص في روحك؟ لاباس عليك، حليلتك مازلت صغيره وطبيبه، يا اخي ما عندكش مرايه في الدار؟ تشوفش روحك ساعات؟ حشمتني حشمتني حشمة تعمل غطسة؟ تعمل غطسة طوالي والله يعوم بحق أنا عوم يفي بو؟ لباس يا عبد العزيز لباس تحط شي في بالك عزيز كلاوي تعبين برشا ايش نعملو لازم السبيطار شوف يا اخي انا فكرت في المساله هذه كارتة نتاع طبيب من احسن السبيسياليست خديت لكم موعد معاه هزوه توا ومشيو طول وهو كان فما حاجه حتى هو اللي يقرر ما تبطاوش توا تخرجوا بيه بيه شمسة توا نهبط انا نقرب بالكهرباء قدام الدار وانت حاضر سعد العزيز تو نرجع لك تفضل معايا سي دكتور مشي وليدي بيه وكل شيء سافا شوف تحيرش ما تتحيرش لاباس عايش بنتي عايش بنتي لاباس نحبكش تتحير لاباس لاباس عايشك ربي يشفيك كل شيء سافا بيه عايش بنتي ان شاء الله لاباس بسم الله على بنتي بسم الله على بنتي بسم الله عليك الخبر اللي سمعناه اليوم صباح حسب القناة الإخبارية تي 24 خبر ميجي على بير حد تم القبض على امرأة كانت تخدم في كلينيك لغوز في سيرفيس ميتيرنيتي دمرت برشا عائلات حطمت مستقبل برشا ولاد صغار هي كانت تبدل في الصغار من فرش لفرش من دونك المرأة اللي معنا اليوم على الخط امرأة عاشت المأساة هذه خليني نقول مأساة بدلولها بنتها اليوم عمرها 6 سنين واليوم بالذات عرفت اللي هي ماهيش بنتها الحقيقية ألو مدام تفضل شو عملت في حياتي أنا تو باش يصير فيا هذا الكل بنتي اللي كبرت بين عينيا ماهيش بنتي شو نقولها أنا تو راهي بنتي والله بنتي مانيش مصدقة سامحني بربي كل شفتوا C'est un témoin très important. Grâce à l'email de كلمتك مرتين راه مش بيك متهزش شبيكة نحن مخ كمال كمال مزيت ما طرتهاش هكا شادة صحيح معناها كل واحد يتعارك مع زميله وزميلته نطردوه ما نلقاوش كيب وقت هذه مش عاركة طايحت لي قدري يا للا قدرك عالي راه نخي روحي نجم نعمل عليك خلعت غلط ابارامون نجم نعمل على حد حد تو هذا كلامه بيان سور تعمل عليه تنقلها من السيرفيس اوكي كيما تحب معك كلمته
داكور مدام زوليا، عايشة. مرحبا. سلامة. سلامة. عندنا موعد مع الدكتور في بالو بينا. سي عبد العزيز تفضلوا، سنة فيكم دكتور. مرحبا. سبقوا لي انتوما، انا خليت الكهرباء اون دوزيام بوزيسيون باش نبدلها ونرجع. تفضل. مرحبا. هذه بدلها. سي بون هذه هنا. سي بون. كل ما هذه نحيوها زايده. واه تفضل سي هنا. فوالا هنا الاستوديو نتاعنا كيما ترى. اهلا. الوغ قالت لي تهاجر تحبوا تعملوا لي زافيش للاستوديو هكا؟ وي. قلت له زايده اللي انت من احسن لي فوتوغراف في تونس. ما نشكش، انا ماذا بيا تعاوني كيفاش القناه نتاعنا تولي اكثر برونشي. ماذا بيا نعملوا دوره في لي لوكو وبعد نعطيك دي بروبوزيسيون. افيك بليزير، تفضل. نعرفك بالليكيب. هاجر بيان سور لاستاغ نتاعنا تعرفها. تفضل. دالي، صابرين، زياد، منى، عم احمد، معناها مخلطه هنا الليكيب. شوف. دكتور؟ وي. اتون سويفون. قول له تفضل. هاي تفضلوا. هاي تفضل. هاي بابا. بالك
شو يحكي الدكتور بن عبد الله ذي؟ دكتور انكوا؟ أنا أول مرة كي قبل تكوني في الكلينيك جاي سلام عليك وقول لك أسلامة يا حي بن عبد الله معك طبيب مكسر. عارفي راهو متقلق شوية من الكريديت نتاعك. مليون ونص؟ تعديت جبت لي الدويات وليزاناليزا. تعديت الفارماسي قالت لي الدواء مقطوع. هذه خدمة بكلي ومزروبة وخايبة ياسر. ماهيش بروفيسيونيل حتى تعرف وماهيش تتعدل. بيناتنا الأيامات. اسمعني شمس. ما عادش تكذب على أبوك. تخدم الليلة؟ أي. أنس. أنس جارك؟ ريسكم قبلني. لا أنت هبلت. وليت تشك في الناس الكل. سيبي الغالي شنو احوالك؟ بيه صافا؟ وقتاش خرجت؟ مازلت كي جيت من المطار قلت خل نطل عليكم ونسلم عليكم. مرحبا مرحبا. احكي لي اش عامله فيك اختي؟ لاباس صافا. تشرب قهوه معنا؟ لا لا مزروب انا باش نمشي ننزل الاورديناتور ونخرج. اي اسمعني جبت لك كادو مي مالوغوزمون نحولي في الديوان. المره الجاي سير نجيب لك حاجه اخرى. راني نستنى قهوه. ما تاخوش عليه ليامات ستريسي برشا في الخدمه تعب وعنده شويه مشاكل يخمم برشا معناها ما تاخوش عليه. شو قهوتك؟ اسمعني يلزمنا نعاودوا نتقابلوا عاد نعملوا فطاير مع بعضنا وبيان سور سي مو كي انفيت. اوكي كلم ديما هكا ولا؟ ليه ليه ليامات برك داخل بعض شوي. عسلامة. عسلامة. أنس موجود؟ أي ما يندوش. باهي أوكي سامحني. تفضل تفضل ادخل. لعبش قلق ولي. شكون نقولو؟ قولو يحيى. جار وين نسكنو. أوكي؟ باهي. الله يبارك عليه. ولايد مش خايب الكل. أي صباح الخير. صباح الخير. ايه
شمس. سامحني شتعمل هولي؟ بدل في حويج جراو. جيت باش نقول لك اللي انت هبلتنا الليلة. بارك الله عليك. عيشك. اما سامحني لازم تخرج خاطر ما عادش عليا بك اللي باش نروح باش نبدل حوايجي. روح بيك. عندي شكون يروح بيا ميرسي. نشوفك من بعد تقابلوا. شنو هذي نشوفك ونتقابل؟ نازك تعمل فطور عشاء نجيو نعملو ويكاند كروزير تعرفوا على بعض. يا اخي سامحني داكشي عمري من عمرك ولا نديد باش نتقابلو. نعرف اللي انا اكبر منك برشا مش شي نجم نوفرهولك عندك ما نجموش يعملوه. لا عايشك ما حاجتي بحتى شيء. كيما حاجتك بحتى شيء وحدة كيفك تشتع قدام الرجال في الليالي. شو مدخلك انت؟ هذي حاجة تخصني انا كهوا مش نعمل في العيب ولا في الحرام دونس حاجة نحبها. توا سامحني لازمني نبدل حوايجي. معناها لا لا انا عم روحي ما سمعتوش الكلام. انا لذمتك شيخك. نجم تستنى قد ما تحب. شبيك سافرت البيت؟ هذا شيء تخافش على الموسيقى بركة. اش عمل؟ ماني جاوبتك. مش هذاك الجواب اللي نحب نسمعه. شنو هو يا اخي بالسيفة؟ اعطيني فرصة. ايه تنخم. هي هذا هو الكلام اللي احنا بدينا نقرب لبعضنا. عمري ما ننسى وقفتك معايا ليليا. تشيزي سليم يا اخي شو عندي عملت معاك؟ في بالك فاتوم فقد بوليس الكل اليوم؟ امبوسيبل. اسمع ما امك مرا صعيبه ظاهره. ما قالت لك شايب ربي. امي هيك طبيعتها واقفه شويه. مع الواقف. وانت امك كيفاش؟ امي؟ امي مرا مسكينه. حياتها كل تكل في الترايح. وبويا راجل سكيرش يروح كل ليله يكسر الدنيا يسب ويعيط ويدكدك شدت شدت روحها ومن بعد ما اشتاجوا طلقوا. اي بيان سور جيت في العراده مع راجل امي يكرهني ومرجو من بعد عدل علي. لقيت روحي وحدي ورسالت لي نعمل على روحي هكا ساعات نسال عليهم بالتليفون ولا نطلع عليهم في العيط. هذيك هي الدنيا. عملوني انت استنى فيك. استنى فيا ولا تعس علي؟ شبيك لتو؟ شنو شبيك لتو؟ ما في بالك بيا في الكلينيك. تكلمت الكلينيك عطيتهم اسمك قال لي فما حتى حد بالاسم هذا. مبروك الخدمه الجديده عاد هاك وليت ديتكتيف بريفي في بيليش. اول حاجه انا نعم في ستاج غادي مانيش نخدم معاهم دونك مرة جاي خدم خدمتك بالكدا سندور معناك باش تلقى اسمي معاه. وقالوا لي اللي ما عندهم حتى حد يعمل ستاج نتاع انستيزيست. اللي كلمته هو ما يعرفش.
بربي زيد خام شويه تلقى شي حكايه اخرى حوله تجم تحكي لي ما شبيك يا خيانت. اسمع طيب نحب نطلع نرقد. كنت مع ليليا. اوه من حكايه ليليا شنو خرجها من مخك؟ سي بون فات الحكايه. خسر بابا هذاك اش ناقص معناها تزيدك عليا. صباح الخير شمسيجه. شمسيجه بينا من الشارع في بيتك. بينا مناقص من العز. شبيك يا اخي؟ وحدك وحدك تقلبت علينا. شفما؟ عشان بتحكي معايا جملة اغزر لي كي نحكي معاك. شبيك؟ تبيت في سالة معاش تحب تحكي معايا معاش تحب تبيت بحذايا بالكل؟ كان عندك مشكلة معايا ما دخلش ولدك في الحكاية. ولدي؟ برا ادخل بيتك باير مع جوتي. اسمعني يحيى، تحب تطلق توا توا تنجم تطلق، البيبة هاوكا محلول، تهز حوايجك وتخرج، أما ولدي ما دخلوش في الحكاية. افتح الكفر، هز الكونتراتو، غدا تمشي لمتر عزوز تخلص كان القضية. ليس بابا هبلت انت في مخك، لازمك تشوف بسي برا داوي، برا شوف حل لروحك، شوف حل لروحك. ايش نحكي معك؟ ايش هوني؟ شنو يا بسي؟ خاش ما نوفي قدامك انا؟ ناخذ من الكاشتو؟ زيد اصلي بعينيا، فهمتني؟ كان انا مريض، مرضتي. قولي شنو هي المشكلة إلا نجم نعاونك. فهمني أنا مانيش فهمتك راهو، كان نفهمك نجم نعاونك. قولي شبيك؟ شو عملتلك أنا؟ شو عملتلك؟ يسر روحك. حوايجك ايش نلبسك؟ نلبسك حوايجك مع شولتي. ليلي شي بنتاك ياسر مفددني ياسر يتلصق امبارح قتلني بالخوف. علاش تحكي عليها هكا يا اخي؟ يا بنتي راجل قريب شاف عملي غسالمون وين دور نقاه بجنبي امبارح عاد قتلو مسكتو دخل عليا لوستا كلبي مت بالرعب يا بنتي. قال لي نخرج نفطر وحدنا. رسمك هذي حكاية تخوفة شي ما سمع شي اللي فجرتي شي بتحكي علي شنو ليلي شي براو شبيك؟ هذاك يبعثك الباليز يعطيك 30 000 يورو وتتفتق بهم شوبينغ.
صاحبته الاخرى نعرفها كرهبة مرتمين وشيخة بالفياجات كيسكو تو فو دو بلوس شو ريت لحكيت عليها هذا كل اللي مهمنيش بوغ مو راجل شايب ولصقة وسكيرجي خسارتك متعاش مصلحتك اقعد مكبشة في كلمات فنتيع عمر تفكرنيش بيرح روحت نقاش اللي قول حلي بحث تعرف تنوية ابعثو خلاص نحبو ليلي تحبو؟ انت تحب المزيريا هاي جا نختار جميعا دونك يلزمها تتلم وي اليوم توقفت في السبيتار الفرمليه اللي كانت تبدل في الصغار الحكايه ولات قضيه راي عام طلعوا واش عندي لهنا واش عندك عندي لي تيمونياج نتاع الناس اللي كانت تخدم معاها وجيرانها زاده صدقني حصريا سافا فيغ فيغور برافو عليك حط وريني من الحكايه لطف يا ربي شوف قداش من صغير صار له هكا قداش من ام وبوه اشتحل فتره في البلاد جرائم كثيرة ظهرت في الساحة هذه الأيام لكن ما هي الأسباب وما هي التداعيات؟ أسئلة كثيرة حاولنا الإجابة عنها بطرح بعض الأسئلة على أقرب الناس المتهمة فكانت هذه الإجابة لو كان تحكي لي شوية على شخصية المتهمة والله كانت دوبها دوب روحها ما عندهاش برشا خلطة وما خدمتش معنا برشا ما فماش حاجة خلتكم تشكوا فيها؟ حتى شيء في الحقيقة كانت متربية وعمرها ما عملت غلطة وانت شنو رايك في اللي صار؟ ما تتصورش فما نوع من الاهمال خليها ترتكب الجرائم هذه الكل؟ ما عندي ما نقول. احنا قايمين بواجبنا. سامحني توك نحب ما عندي ما نعمل. لا اجابات وتبقى الاسئله مطروحه الى اجل غير معلوم. تو هذا ريبورتاج فرحانه بيه وجايه طايره من فرحه. شنو هاجر شبيك؟ ديما خدمتي مش عجبتك؟ شوف كانت نجم تعمل خير هي عطيها صحة عملت إفار كنا نتعلمه إيش من إفار؟ هذم سؤالات تسألهم فأنا كلينيك صارت الحكاية المرأة ذيك كانت تخدم معها في كلينيك لغوص هز كوبي للميكساج خلي حسن الصوت باهي تكسح عايشك ليه؟ ها؟ فازي. شو باش نسلم عليك؟ خاطر سليم شي خرج توا دونك كم؟ اي الحمد لله على سليمتو. عايشك. ميرسي على كل شيء. تي طبيب لكدا. معناها ما عادش باش نشوفوك؟ لا. احنا ماناش ملزومين كان باش نشوفوا بعضنا هون يا كاو. صحيح. مين؟ تليفون شو تعمل بعد؟ العشاء يا سيسمعك شوي دقيقة نجي لعبك دقيقة رد بالك شوي سي بون يخلي خوك يعاونك يا اخي يعدى في بعضكم هاي حاضرين امي هاني اللي في الدنيا شد حط دماغك امي كلمت لي بتجي تروح بينا انت روح هنا سي بون على كيفك شنو هي اللغه اللي تتكلم بيها ما تحشمش بخوك اكبر منك هكا ربيتك سليم صلي على النبي ونروحوا مع بعضنا عايش خويا انت
داكور مدام زوبي، عاشت. مرحبا. سلامة. سلامة. هذا مع الدكتور في بالو بينا. سي عبد العزيز، تفضلوا. سنة فيكم دكتور، مرحبا. سبقوا لي انتوما، انا خليت الكهرباء اون دوزيام بوزيسيون باش نبدلها ونرجع. تفضل، مرحبا. هذه بدلها. سي بون، هذه هنا. سي بون. كل ما هذه نحيوها زايده. اه تفضل سي بون. فوالا هنا الاستوديو نتاعنا كيما ترى. اهلا. الوغ قالت لي تهاجر تحبوا تعملوا ليزافيش للاستوديو هكا؟ وي. قلت له زايده اللي انت من احسن لي فوتوغراف في تونس. ما نشكش، انا ماذا بيا تعاوني كيفاش القناه نتاعنا تولي اكثر برونشي. ماذا بيا نعملوا دوره في لي لوكو وبعد نعطيك دي بروبوزيسيون. افيك بليزير، تفضل. نعرفك بالليكيب. هاجر بيان سور لاستاغ نتاعنا تعرفها. تفضل. دالي، صابرين، زياد، منى، عم احمد، معناها مخلطه هنا الليكيب. شوف. دكتور؟ وي. اتون سويفون. قول له تفضل. هاي تفضلوا، هاي تفضل. هاي بابا. بالك؟
ما كلمتكش ما تكلمنيش منش مروح معك يا ولاد يحشموا يا ولادي شنو هذا شبيكم يا اخي فهموني اسال ولدك ما نسالوش خاطر ما يعرفش يجاوب انا ما نعرفش يجاوب امي برش حكيت ما تعرفهمش تجي وقت ما تعرف هاني في الباركين كان حوش كوباية هو قال لي يجي وقت فهم لي انت توا عسلامة عسلامة تبا اهلي نمشيو ايه يلا هلا سامحني تتا تفضل ايا سبرتيف دزنا كلبي تراي ميرسي بسم الله ان شاء الله اخر زريقه هذه سي عبد العزيز ربي يفضلك عاش ولدي ان شاء الله لاباس ان شاء الله نرجع لك في فرح شمس عايشك فضل هل انت برت لك 700 لو يبعث لنا الدوية معنا هاك تشوف في باه حالته كيفاش وبلوس مانيش هربين احنا مستحقين على الاخر تنكيت هتو نحكي معها بيعيشك باي بسلامة بسلامة باش بيك لبس موجوع شو بسم الله عليك تقعد شغال شمس قوم حبك استقعد على الكرسي قعد بحذاي ارقد بابا ارتاح نحب نقرا لك شويه من الكتاب نتاعي كملت وسيي قريب الاوراق البيرو شمس شبيك بابا شبيك بابا بابا سافا بابا أما لحظة با با دقيقة أمان وي دكتور أمان يجب ما فهمتش باش بي يتوجع با با ما نشد روحك با با ما أو جاي طبيب لحظة برك لحظة با استنى ما أو جاي طبيب با بجد والمرة تجيهولي؟ تعرفيش بلاصة؟ تي عندي قضية ما خرجتش من الدار للخدمة من الخدمة للدار كيف نروح نحط انترنت نقرا كتاب بعد نرقد كا انت وما ترقد انا ما عادش نجم غمض عينيا على بالحريبش حتى داري ما عادش حاب نروح لها جو كومبخون انا زادة خاطر كيفك نكرهها دار موحشة وعايشة فيها مع راجل ما نحبه ولا يحبني ما نتكلموش وكان تكلمنا باش نتعاركوا من مرة لمرة وحاملة وساكتة وراضية على خاطر ما عندي حتى حد آخر نحب نجيب صغير بربي راجلك عينه في الصغير هذا ولا هي أول ما عرسنا هي ما توا ما عادش عنده كيف كيف زايد ناقص شنو تحب ما تحب انفيترو اوكي اعمل انفيترو مهم اخرج من مخي لوكا
نجم نسلك سؤال سانز انديسكريسيون ها تبي راجل كيما هكا عايش مع فرد لا تحب ولا يحبك موش معبك علاش قاعده معاه وعلاش تحبو يكون بولو ليد اللي تستنى فيه وانتي تتصور لي انا تو مازال عندي كوراج باش نعاود حياتي من اول وجديد برا اعرف شكون ونحكي له حكايتي و استنى استنى شبيك عاد نقص في روحك لاباس عليك حليلتك مازلت صغيره وطبيبه يا اخي ما عندكش مرايه في الدار تشوفش روحك ساعات حشمتني حشمتني حشمه تعمل غطسه؟ تعمل غطسه طوالي والله يعوم Il fait beau. Le baisse, Abdel Aziz. Le baisse, tu as le chef de l'Ibélec. C'est Ibrahim. Je suis le Halil. Tu as Abdel Aziz. Je suis le Halil. نعملو لازم السبيطار شوف يا اخي انا فكرت في المساله هذه كارتة نتاع طبيب من احسن السبيسياليست خديت لكم موعد معاه هزوه توا ومشيو طول وهو كان فما حاجه حتى هو اللي قرر ما تبطاوش توا تخرجوا بيه بيه شمسة توا نهبط انا نقرب بالكهرباء قدام الدار وانت حاضر سعد العزيز تو نرجع لك تفضل معايا سي دكتور الخبر اللي سمعناه اليوم صباح حسب القناة الإخبارية تي 24 خبر ميجي على بير حد تم القبض على امرأة كانت تخدم في كلينيك لغوز في سيرفيس ميترنيتي دمرت برشا عائلات حطمت مستقبل برشا ولاد صغار هي كانت تبدل في الصغار من فرش لفرش من دونك المرأة اللي معنا اليوم على الخط امرأة عاشت المأساة هذه خليني نقول مأساة بدلوا لها بنتها اليوم عمرها 6 سنين واليوم بالذات عرفت اللي هي ماهيش بنتها الحقيقية الو مدام تفضل شو عملت في حياتي انا تو باش يصير فيا هذا الكل بنتي اللي كبرت بين عينيا ماهيش بنتي شو نقولها انا تو راهي بنتي والله بنتي مانيش مصدقه سامحني بربي كل شفتو سي ان تيموان تري امبورتون بعث لي الميل هذايا اهلا هشام ريم تابي لي الحكايه هذه بلاش غلط صافا كلمتك مرتين راه واش بيك متهزش شبيك نحيم مخ كمال أمال نزلت ما طرتهاش هكا شادة صحيح معناها كل واحد يتعارك مع زميله وزميلته نطردوه ما نلقاوش كيب وقت هذه مش عاركة طايحت لي قدري يا للا قدرك عالي راه نتخيل روحي نجم نعمل عليك خلعت غلط أباغامون نجم نعمل على حد تو هذا كلامه بيان سور تعمل عليه تنقلها من السيرفيس اوكي كيما تحب معك كلمه توقف